شوف النهارده الصحف العالميه بقى، الجارديان، شوف ذا صن، وهي بتتكلم وتقول الاهلي المصري في مونديال الانديه حلو للمره الثالثه على التوالي والمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي. شوف الصحف العالميه وهي بتنشر اسم مصر. النهارده احنا ما بنقولش الاهلي بس، ده احنا في مونديال يا كابتن اسلام كاس العالم للانديه بنقول الاهلي الايه؟ الاهلي المصري، زي ما بنقول الهلال السعودي، الوداد المغربي، اسم مصر النهارده في كل الصحف والجرائد العالميه. بالمناسبه اسم مصر برضو كان موجود في كل الصحف اللي حضرتك بتتكلم عنها، الميرور وذا سان وكل هذه الصحف، ولكن كان بشكل سلبي الحقيقه فيما حدث خلال الفتره السابقه في موضوع كلاتنبرج تحديدا في هذا الامر، وده هنتكلم عنه في وقته يا كابتن اسامه. يعني طبعا مونديال كاس العالم للانديه من الحاجات المهمه جدا اللي دايما بتسطر التاريخ. طبعا لما بنتكلم ونقول الاهلي بيصنع التاريخ، الاهلي صنع التاريخ من زمان، لكن دايما عندنا انجازات تضاف لتاريخ النادي الاهلي. النهارده المشاركه زي ما احنا بنقول المشاركه الثالثه على التوالي، مظبوط، والنهارده الثامنه في تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي لما نشوف يا كابتن اسلام في كاس العالم للانديه رقم يحسب للنادي الاهلي 18 مشاركه في كاس العالم للانديه، رقم ما حدش هيقدر يوصل له وما حدش لسه وصل له. النهارده مع النادي الاهلي يلعب ان شاء الله مع اوكلاند سيتي يوم الاربعاء، مباراه مهمه، مباراه صعبه، دايما ضربه البدايه مهمه. في اهلاويه كتير متفائله، مباراه ان شاء الله وبدات الناس تعد عن يوم السبت، لكن احنا النهارده واحنا لعيب الكوره دايما البدايه مهمه، البدايه بتكون فيها صعوبه، دايما البدايه بتبقى سهله لما انا كلاعب كوره لعيب النادي الاهلي تكون البدايه بتاعتي قويه، تركيز عالي، الرغبه في الفوز، صحيح، تحقيق الفوز، كل الامور بعد كده بتبقى سهله. مظبوط. علشان كده النادي الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله اللي خلاص نفذت كل التذاكر فيها، يعني حسب الاتحاد الدولي ما اعلن وقال كل التذاكر ما يعني في حضور جماهيري كبيره، يكون خاصه كمان في المباراه الاولى للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني على مشارف ان شاء الله انه يكتب او يسطر تاريخ جديد لن يصل اليه احد من الانديه. انا متاكد ان هو لن يصل اليه احد، لانه صعب جدا ان انت تصل الى ما وصل اليه النادي الاهلي 8 مرات على الاقل في الكام سنه اللي جايين دول، لانه الحقيقه اللي بيعمله النادي الاهلي يظل دائما حاجه جديده جدا وحاجه فخر لكل العرب. الحقيقه برضو اعتقد ان هي بطوله هتكون مميزه جدا في المغرب ان شاء الله. على فكره ان شاء الله خليكم معانا، هتشوفوا اخبار وكواليس رائعه عن بعثه النادي الاهلي في المونديال.